رحلة من الريف للقاهرة متسطح على القطر. الله، عشان حلم التمثيل. صح، انت جبتي الحاجات دي منين؟ اه، الرحلة دي كانت صعبة جدا ولذيذة جدا ومريحة جدا. مريحة على سطح القطر؟ اه. ولا كانت مريحة نفسيا مش جسمانيا؟ مريحة، لا مش جسمانيا، ما كنتش حاسس ان هي مؤلمة جسمانيا. كنت حاسس ان انا طاير، انا رايح لحلمي، رايح اشوف القاهرة، اشوف مصر. فمتخيل اول ما هنزل هلاقي عبد الحليم معدي كده، وهلاقي الست شادية رايحة كده، وهلاقي الاستاذ عادل امام بيجري هناك، وهلاقي انا رايح لحلم، احلام رومانسية فظيعة. وبعدين كان عندي تخيل ان الناس دي مش حقيقيين، يعني ما هماش دم ولحم، يعني انا لو هم اشي حاجة خيال. فتسطح على القطر كان حلم جميل ومريح. فبقيت طب يا شادية فين يا جماعة؟ فاللي يقول لي في الجيزة. طب اروح الجيزة فدور، فدي العمارة، فالراجل اللي تحت يقول لي الست ما بتقابلش. طب انا مش عايز، انا اشوفها بس وامشي. طب اروح ايه يا ابني؟ انت عايز ايه؟ انا عايز امثل. طب تروح يا ابني المسارح في عماد الدين. فاجي مسارح عماد الدين، فاقف على باب مسرح الرحاب، فلاقي افيش كبير جدا، في فريد شوقي وفي مش عارف مين ونجوم كتير. الوحش. كنت عايز تدخل والشخص اللي واقف على الباب طردك؟ عم احمد كان واقف، راجل جميل وشه بشوش وفي نفس الوقت مبرق. انا جيت جنبه وقلت له انا عايز اقابل الناس اللي هنا عشان عايز امثل. قال لي مش هبدا من هنا. قلت له لا انا عايز امثل. هو طبعا بيجي له شبهي كده كتير، فكب ميه امشي. فقلت له مش همشي.